وقال نقيب مدرس التعليم الثانوي والإعدادي إن 97% من المعلمين استجابوا لدعوة النقابة بتعليق العمل بالمدارس. وفي مواجهة الإضراب، دعت وزارة التربية التونسية جميع المدرسين إلى إعلام مدير المؤسسات التربوية أو الوزارة نفسها لتأكيد مباشرتهم لعملهم أو تغييبهم لتلافي الخصم من الراتب للمشتركين في الإضراب. ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم وزيادة رواتب المعلمين، إضافة إلى تخفيض سن تقاعدهم من 60 عاما إلى 55 عاما، وفتح تفاوض جدي حول إصلاح النظام التعليمي الحكومي من ناحية البنية التحتية المتآلكة والبرامج والزمن المدرسي. احنا مطالبنا بالأساس مطالب مادية، الظروف المعيشية للأستاذ ظروف معناها كارثية بصراحة. طالبين باش يخفضونا بسن التقاعد، الحكومة طالبة 62 سنة، أستاذ ما يوصل ل 62 سنة إلا ما عادش فيه من الأمراض، من السكر، ضغط الدم، ديجا برشا أساتذة ما يكملوا التقاعد نتاعهم كان عندهم ملفات في المصحات وفي عندهم أمراض نفسية وبرشا أمراض مزمنة. والله احنا بقطع نظر عنه احنا تلامذة، احنا نساندوا الأساتذة خاطر هما المطالب بتاعهم مشروعة برشا، حقهم في الزيادات كل شيء هما مصحين عليه موافقين عليه، الوزارة موافقة عليه، رئاسة الحكومة كيف كيف، دونك فماش علاش هما باش معناها حقهم هذا يحرموه منه. والله انا يعني من جهه ضده ومن جهه معاه، لانه كما قال زميلي اللي هو يعني الاساتذه اكيد يعرفوا والرقابه اكيد تعرف مصلحتنا كيفاش، وتعرف يعني الاضراب هذا هي لمصالحها ولمصلحنا في نفس الوقت. ثاني حاجه انا ضده لانه يعني اضراب مفتوح وعنده شكون عنده دفوارات، شكون عنده يعني باك توا، وعندنا شكون البرانسيبال. بيان سور اثر عليا الاضراب خاطر كما قالت صاحبتي قبيله مازال ما نعرفوش معايناتنا، وزيد فما برشا مشاريع مازال ما كملناهمش، حتى الاساتذه ولاو يلوجوا شنو هي سبل اخرى باش نشمل كامل البروجرام. هما صحيح انا معاه ضد راه ضد كما نقولوا في الفازات هي توا فما اضراب مفتوح هكا معناها مازلنا ما كملناش بروجرام. الاضراب الاساتذه بالله توا احنا ما فهمنا حتى شيء بالنسبه توا كيما التلامذه نتاع البكالوريا مش يعدوا الامتحانات على ابواب الامتحانات كلها على الابواب وما فما حتى شيء، لا النوت محجوبه ولا فهمنا احنا كيفاش نعملوا ولا نعرفوا التلميذ اندرا فين واصل بالخلايا نتاعو هذه ما نعرفوا حتى شيء. ولهذا يا خويا ماذا بينا يتفاهموا بين النقابه ويتفاهموا وزاره التربيه وما تخلوش لنا الابناء نتاعنا هكاك ضايعه معنا ما رينا حتى شيء. جميع الاولياء قاعدين نتذمروا من ناحيه الاحتجاب نتاع العديد. وينضم لنا عبر الاقمار الصناعيه من العاصمه تونس السيد محمد الهادي عضو نقابه التعليم الثانوي، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس السيد رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ. أهلا بكما. بداية سيد هادي، يعني اليوم هو يوم الإضراب الأول، كيف كان تقييمكم لهذا اليوم؟ تقييم الإضراب كان ناجح بنسبة تفوق 90%، والأستاذ التزموا بقرارات الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وكان الإضراب ناجح، التفوا فيه حول الجامعة متاعهم والتفوا حول قراراتها وقاموا بتنفيذ الإضراب، وكان الإضراب مثالي وناجح في بنسبة محترمة. هذا الإضراب هو ما هوش صدفة، هو كان خرج من الهيئة الإدارية اللي انعقدت الجمعة اللي فاتت وطالبت أنه يصير تعليق للدروس. التعليق هذا الأساتذة ما هوش مسؤولين عليه مباشرة، لأنه الوزارة والحكومة هما اللي وصلونا إلى المرحلة هذه. ولكن الأساتذة، وهذا هو سؤال سيد هادي، يعني أنتم كان لكم
حركات احتجاجية وقفات احتجاجية وأيضا تعليق للدراسة في الفترات الماضية، وكانت بدأت الأمور تتحرك نحو تفاهم وتفاوض مع الحكومة من جهة ومعكم من جهة أخرى. ما الذي جعلكم تستخدمون الآن هذه الوسيلة من الإضراب مع قرب الامتحانات؟ لا سيدي الكريم، نحن اضطررنا إلى أخذ هذا الإجراء. لماذا؟ لأن الحكومة لم ترد أن تستمع إلى المفاوضات، لا تريد الحكومة مفاوضات جدية ولا تريد أن تجلس إلى طاولة المفاوضات. هذه الحكومة ما تحبش أن هي احنا نتفاوض، تحب تريد أن تصدر الأزمة إلى الآخر وتدفع بالأزمة إلى الأمام. لماذا؟ لا نعرف. نحن طالبنا بمفاوضات، بجلوس للحوار، بجلوس إلى نفس الطاولة والحديث في الحديث في نقاط مهمة، أولها إصلاح التعليم، ثانيا أولا إصلاح جدي للتعليم، ثانيا النقطة الثانية هناك اتفاقات صارت من سنة 2011 اللي هي مشقة المهنة، والمهنة الاتفاقات هذه الوزارة لم تحترمها ولا تريد أن تحترمها. ثالثا هناك مطالب للتخفيض في سنة التقاعد اللي هو في رأيي أنا نقطة مهمة جدا نظرا لمشقة المهنة. رابعا هناك مطالب في بعض المنح، وهذا من حقنا وهذا ندعو إليه ونريد أن نفعله. الحكومة رفضت كل محاولات الحوار، والهيئة الإدارية التي قامتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي ما قبل الأخيرة في 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 طالبت الحكومة والوزارة بالتفاوض وجعلتها مفتوحة لعشرة أيام، لكننا نرى أن السيد الوزير في كل مرة يخرج ويقوم بتصعيد الأزمة، وهذا نراه أنه تصعيد مقصود وغير مبرر، وفي كل مرة يهدد بالطرد وبحجب الرواتب. سأتحدث عن الوزير وما قاله سيد محمد، لكن دعني أتحول إلى سيد رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ. ما هو تقييمكم لهذا الإضراب وهذه الخطوة التي اتخذها المعلمون التونسيين اليوم؟ مساء الخير وتحياتي لكل متفرجيكم. شوف، احنا الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ معناتها منزعجة كثيرا من مواصلة استعمال التلاميذ والأولياء كرهائن لتسوية مواضيع ومطالب ليست لنا أي علاقة بها، واحنا زاد كيف على أبواب انتهاء السنة الدراسية وعلى أبواب امتحانات آخر السنة وخاصة امتحانات البكالوريا وامتحانات ختم المرحلة الإعدادية. اليوم الوضعية هذه راهي قاعدة تأثر، نعتبروها وضعية كارثية بسبب الانعكاسات السلبية الخطيرة متاعها على معنوية التلامذة متاعنا، على معنوية الأولياء، وعلى النتائج الدراسية، وعلى المصلحة الوطنية عموما بكل المضامين متاعها وفي كل بكل المقاييس. على عكس ما يتم ترويجه ولا يتم تأكيده، الوضعية هذه ما هيش تخدم في مصلحة التعليم العمومي، بل بالعكس هي تضر بمصلحة التعليم العمومي بطريقة أو طريقة أخرى تخلي الأولياء ينفرون من المدارس العمومية. نعم سيد هادي، يعني سيد رضا يقول أنكم تستعملون التلاميذ كرهائن في أزمة ليس لهم يد فيها، وهم يعني قربوا من الامتحانات. ما ردك على هذا سيدي الكريم؟ أولا أريد أن أوضح للجميع أن التلاميذ هم أبناؤنا، هم فلذات أكبادنا. نحن أكثر الناس حريصون على مصلحة التلاميذ أولا. ثانيا نحن بادرنا بقمنا بمبادرة طيبة، تم تعليق الدروس، ولكن في أرسلنا إشارات مهمة إلى الوزارة وإلى الأولياء، نحن لن نمس الامتحانات الوطنية. والدليل لقد قمنا بالبكالوريا الرياضة
التي انطلقت بالامس قمنا بتفعيلها وبمباشرتها. يعني الامتحانات الوطنيه لن تمس، لا نريد سنه بيضاء، نريد فقط الوزاره تجلس وتقدم مقترحات جديه ونتفاوض. لا يعني ما نتصورش انه حاجه صعيبه هذه. هذا ما نريد. نحن حريصون على انهاء سنه دراسيه، حريصون على مصلحه التلاميذ، حريصون. احنا الاساتذه رانا عندنا اولاد، رانا اولياء، راهو عندنا اولادنا يقراوا، ما نجموش احنا باش نحبوا نضر اولادنا. التلامذه اللي عندنا اللي هما اكثر من 900,000 تلميذ، هذوكم راهم اولادنا. الوقت الذي يعدونه في الذي يقضونه في في المدرسه اكثر من اكثر بيتنا. مما يقضونه نعم. في المدرسه. ما تقول سيد هادي هام؟ هل سيد رضا، هل ما قاله سيد هادي ان الامتحانات الوطنيه لن تمس ولن ياتوا على حق التلاميذ، وهم يرون ان التلاميذ يعني يتعاملوا معهم كآباء قبل ان يكونوا مدرسين لهم، الا تعتبر هذه الرسائل مطمئنه لكم ولاولياء الامور؟ شوف انا نحب ناكد مع كل احتراماتي لسيد هادي، اليوم مصلحه التلميذ لا يمكن تفسيرها وتبريرها بإجباره على البقاء في المنزل. أفهم كل شيء أنه باش نبرر أني أنا لأدافع مصلحة ابني نقول له ما تمشيش تقرأ، معناتها نمنعه من الذهاب إلى المدرسة. شيء ما ركبش، معناتها لا مفهومان لا يتلاقيان. ومن ناحية أخرى اليوم السنة الدراسية مع انطلاقاتها ومع الاضطرابات اللي عرفتها منذ البداية إلى يومنا هذا، نتصور أنه الضرر كبير حصل في مستوى المحصول المعرفي، في مستوى التركيز، في مستوى المعنويات. واليوم أشياء خطيرة. اليوم نؤكد أنه السنة ستتم وأن الدراسة ستنتهي والامتحانات ستجرى، لكن بأي نتائج وبأي مستوى، هذا المهم اليوم. تمنينا أنه إذا الإنسان سيصل إلى حل، لماذا لا يتم اعتماد هذا الحل منذ مده، ونريح العائله ونريح المدرسه ونريح التلاميذ من 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 الفضفاضات اللي عشناها توا والتي نعيشها، ومن فكره من الحل. سيد رضا، اريد ان اسال سيد هادي في هذا الامر. نعم سيد هادي، يعني هل ترى ان الدوله تسعى للتخلي عن مسؤولياتها تجاه التعليم والتربيه طبقا وتنفيذا لأجندة صندوق النقد الدولي؟ هذا أكيد. لا أريد أن أخفي سرا أنه من مطالب صندوق النقد الدولي هو التخفيض في عدد الشغالين، والدولة ولا الحكومة بهذه الممارسات ترسل إشارات سلبية إلى الأولياء بأن هناك الإعلام العمومي هو يعني نوعا ما هناك نوع من الإفلاس فيما يخص الإعلام العمومي، وبهذه إشارات تدفع الأولياء إلى الخروج والهروب والهجرة إلى التعليم الخاص، وخاصة يعني إذا كان معنى صارت العملية هذية فباش تربح عدة وظائف، معناها باش تربح وظائف، وبالتالي باش تمتنع عن الانتداب، باش تمتنع عن الـ عن نعم. عن تجديد الإطار المدرسي، وهذا هو دفع غير مباشر الى نعم. القطاع الخاص. سيدي اريد ان اقول معناها باش نقول ملاحظتين. تونس لها زوز رهانات. الرهان الاول هو رهان الارهاب. الرهان الثاني الذي يجب ان تقوم به هو رهان العلم والاخلاق. اظن ان الشخص الوحيد ولا الجندي الوحيد الممكن الذي يقوم بهذه العمليه هم الاساتذه وهم نعم. المربون. يعني الاستثمار في التعليم هي أولوية قصوى نعم. بالنسبة للدولة والحكومة. لا أرى غير ذلك ممكن أن نجم نعم. وضحت الفكرة بينا. سيد محمد الهادي.
أشكرك شكراً, شكرا جزيلا سيد محمد هادي عضو نقابة التعليم الثانوي, كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة تونس. وشكرا موصول أيضا لسيد رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ, كنت معنا عبر الهاتف, شكرا جزيلا لكم. المسائية مستمرة وبعد الفاصل الجزيرة مباشر تلتقي أسرة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في الذكرى 14.